السلام على رسول الله. راح نبدأ إن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم، وبشكل سريع نعرج على النقاط اللي تعرفنا عليها أو أخذناها في المحاضرة الماضية. كانت عن صناعة اللوحات الإرشادية، إيش المتطلبات اللي متعلقة باللوحات الإرشادية أو باللوحات الإشارات السلامة. طبعا ذكرنا من ضمن المواصفات اللي تذكرون انه لازم اعتماد اشكال والوان مناسبة، ويكون يعني ستاندر ماشيين عليه من حيث الشكل واللون زي ما تعرفنا عليها في المحاضرة الماضية، وتكون يعني كل لون او نوع من انواع الاشارة هذا يشير الى مثلا حظر او انذار او عمل الزامي يتوجب عليك القيام فيه اثناء وجودك في هذا الموقع. وفي برضه اللي هي اشكال او الوان تشير الى طرق النجاه والاخلاء والطوارئ، واخيرا معدات مكافحه الحريق واي شيء له علاقه بمكافحه الحريق. وقلنا برضو لو تذكرون أن الصور ضروري جدا تكون بسيطة وواضحة وما فيها أي غموض حتى يوصل الهدف يعني أو المقصود من هذه اللوحات الإرشادية، وهو إما زي ما قلنا تحذير من خطر موجود في الموقع أو حظرك من أو يعني يعني خلينا نقول حظر من القيام بسلوك أو فعل معين، أو توجيهك وإرشادك والتعليمات بشكل عام. فضروري جدا أن تكون الصورة واضحة ويفهمها الجميع من أول نظرة. طيب، وذكرنا برضو أن اللوحات الإشارة لابد أن تكون لها مواد خاصة تصنع منها هذه المواد، وذكرنا لو تذكرون أنه تختلف اللوحات الإرشادية اللي في الشارع العام أو في المعرضة للظروف المناخية وحرارة الجو والشمس عن اللوحات اللي تكون داخل المباني مثلا، وتكون داخل مواقف السيارات مثلا في القبو أو البيسمنت. فتكون يعني كل لوحة لها مواد خاصة تصنع منها هذه الإشارات، وتكون ضروري جدا أن تقاوم الصدمات في حال أنه تعرضت لأي صدمات، تكون مقاومة جدا للصدمات وبرضه للطقس ودرجات الحرارة والبيئة المحيطة. طيب، وذكرنا برضه أنه أبعاد لازم تكون في أبعاد وملامح للوحة واضحة، المعالم والأبعاد تكون يعني حتى تمركزها، لو تذكرون ذكرنا التمركز ضروري جدا أن تكون متمركزة في مكان واضح يستفيد منه الجميع وتقوم بالغرض الذي وضعت من أجله. طيب، آخر نقطة ذكرناها أمس اللي هي يجب إزالة هذه اللوحات الإرشادية بمجرد زوال الخطر. إذا كان مثلا في منطقة عمل أو منطقة صيانة أو ترميم أو أي عمل يعني مؤقتا أو دائم، مجرد أنه انتهى الغرض من هذه اللوحة في هذا الموقع فضروري جدا أنه تنشال هذه اللوحة حتى ما تسبب ربكة للمراجعين أو للموظفين أو للمتواجدين في الموقع. طيب، اليوم راح نتعرف على المتطلبات العامة للإشارات التي تستخدم يعني في تحديد مواقع أو معدات مكافحة الحريق. طيب، يجب تعريف المعدات المستخدمة حصريا لأغراض مكافحة الحريق عبر استخدام لون نوعي للمعدات ووضع لوحة إشارة للموقع، أو عبر استخدام لون نوعي للأماكن التي تحفظ فيها مثل هذه المعدات أو نقاط الوصول لها. الإشارات إنه مثلا تحط لوحات تشير إلى موقع هذه المعدات، مثلا لو تشوفون خراطيم المياه مثلا تكون في لوحة توضح لك إنه هنا يوجد مثلا خرطوم المياه، أو مثلا تكون في اللوحة عفوا طفايات الحريق. فضروري جدا إن يكون في لوحات بألوان معينة تشير وتوضح مكان تواجد هذه المعدات في حال يعني
في حال الحاجة إلى استعمالها. طيب، برضو نقطة ثانية اللي هي لأغراض المقطع الأول، يكون اللون النوعي هو الأحمر. زي ما احنا عارفين قلنا اللون الأحمر هو يدل دلالة كاملة ويشير إلى معدات الحريق وأي شيء متعلق بالوقاية من الحريق. يجب أن تكون المنطقة حمراء كبيرة بما يكفي لتسمح بتحديد وتعريف المعدات بسهولة. اللون الأحمر زي ما أنتم عارفين اللون ملفت للنظر وواضح ويرى من مسافات بعيدة، فمجرد أنه الشخص احتاج إلى استعمال هذه المعدات فنستخدم اللون الأحمر في المنطقة التي توجد فيها هذه المعدات، وبرضه للإشارات أو الأسهم مثلا اللي تشير إلى وجود مثلا طفاية حريق في الموقع الفلاني أو مثلا خراطيم مياه في الموقع الفلاني. فضروري جدا أن تكون بألوان واضحة ومواقع معينة تشير لها هذه العلامات. طيب، يجري استخدام لوحات الإشارة الخاصة بمكافحة الحريق لتعليم مواقع هذه المعدات. زي ما قلنا ضروري جدا أن يكون فيه إشارات تدل على مواقع هذه المعدات. في بعض يعني الأماكن ما يضعون هذه الإشارات، مثلا يحط لك طفاية الحريق في مسافة معينة بس ما يحط لك مثلا لوحة تشير إلى وجود مثلا طفاية حريق، لكن تلقى المنطقة مثلا البوية الخلفية باللون الأحمر، تلقى المنطقة واضحة، ارتفاع الطفاية واضح، يرى يعني الجميع يراه بكل سهولة. فالغرض الأساسي من هذه الإشارات أو من هذه الألوان أنك يعني توضح أنه فيه معدات متعلقة بالحريق في حال الحاجة إلى استخدامها لا سمح الله. طيب، متطلبات عامة لعلامات السلامة. تصنع هذه العلامات باستخدام مواد عاكسة للضوء أو متعلقة ضوئيا أو بمشاركتها معا، في حال أنه مثلا زي ما قلنا احتاج الموقع أن تكون عاكسة فتصنع، نضع اللوحات اللي تكون عاكسة للضوء أو تكون متعلقة ضوئيا يعني تصدر أضواء، أو تكون إذا كان مكان يستلزم ويعني فيه إضاءة غير كافية فنستخدم الثنتين، تكون يعني عاكسة للضوء وفي نفس الوقت مضيئة، بحيث تحقق هذه المواد اشتراطات المتانة ومقاومة العوامل الطبيعية والتصنيعية. كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ظروف أو أماكن تواجدها أو الموقع الذي وضعت فيه هذه العلامات. طيب، من أجل العلامات المخصصة للاستخدام في ظروف إنتاج تشتمل على مخاطر كيميائية، يجب أن تتحمل تأثير الأوساط الكيميائية المختلفة. إيش نقصد بهذه النقطة؟ يعني مثلا الآن نعمل في خلينا نقول مصنع مواد كيميائية. المواد الكيميائية زي ما أنتم عارفين ممكن أنه تسبب احتراق أو حروق للجلد، ممكن تسبب بعض المواد الكيميائية يتصاعد منها أبخرة ما ترى بالعين المجردة، فتسبب مثلا خلينا نقول إثارة للأغشية المخاطية، أو تسبب مثلا يعني إصابة في العين، أو تسبب مثلا خلينا نقول تأثير على المحيطة الموجودة فيها. فأنت إذا بتحط علامات سلامة في هذا الموقع فضروري جدا تحط في بالك أنه هذه المواد الكيميائية سواء في معمل، سواء في مختبر، سواء في ورشة أو في مصنع، ضروري جدا تحط في بالك أنه في المنطقة هذه متواجد مواد كيميائية أو تصنيع مواد كيميائية أو مثلا مستودع مواد كيميائية، فبتكون في غازات، بيكون في أبخرة، بيكون في خلينا نقول أي شيء ممكن يتصاعد أو يؤثر بسبب هذه المواد الكيميائية. فالبيئة هنا تختلف عن مثلا بيئات ما يتواجد فيها مواد كيميائية، فضروري جدا أني أحط زي ما قلت لكم اللي هذه العلامات تكون مخصصة للاستخدام في هذه الظروف.
وتتحمل المواد الكيميائية أو الغازات والأبخرة الصاعدة منها. طيب، يمكن للخطوط الملونة في العلامات أن توضع بشكل عمودي أو مائل بزاوية 45 إلى 60 درجة مئوية أو بشكل سهمي. لما نتكلم عن الخطوط الملونة، تذكرون أمس تكلمنا عن الشرائط وألوانها وأماكن استخدامها، هل هي في مثلا قلنا الأصفر والأسود للعمل الدائم، والأحمر والأبيض يكون للعمل المؤقت. هنا يحدد لك العلامات توضع في شكل عمودي أو مائل لحد زاوية 45 إلى 60 درجة مئوية. يشكل الجزء الملون الأصفر أو الأحمر أو الأخضر ما لا يقل عن 50% من المساحة الإجمالية للخطوط. إيش يقصد بالكلام هذا؟ يقصد مثلا أنه عندك الشريط مثلا خلينا نقول طوله مترين، تمام؟ فضروري جدا انه اللون الاخضر الموجود في هذا المترين يكون 50% من في الشريط هذا، يكون 50% من اللون الاخضر، 50% من اللون الابيض، او 50% من اللون الاحمر، 50% من اللون الابيض. يعني التوزيع بينها يكون بالتساوي زي ما اخذنا الاشكال اللي امس، تكون اما على شكل مائل او شكل اسهم او شكل يعني شاقولي زي ما تعرفنا عليها امس. فضروري جدا ان تكون المسافات بين الالوان اللونين المختلفة تكون بالتساوي، حتى يعني ما يكون فيه أي خلل أو يعني لبس في هذه العلامة. طيب، يتراوح عرض الخطوط الملونة في العلامات ما بين 20 إلى 500 مليمتر، الشكل رقم 11 زي ما شفناه، بينما يبلغ مقطع وعرض العلامة كحد أدنى 20 مليمتر. هذه يتكلم على الطول اللي هو، نرجع له عشان توضح الصورة. يتكلم عن هذه الأطوال، هذا الإف هنا اللي هو عرض الشريط، ويتكلم عن الإس اللي هو يعني خلينا نقول الجزئية الخاصة بهذا اللون. مثلا الاس هنا المسافة هنا لابد تكون نفس الاس في اللون الأسود، نفسها برضه في اللون الأصفر من الجهة الثانية، فضروري جدا انك تلتزم بنفس المسافة. هنا هذه تعتبر مسافة اس، وهنا الاف اللي هي جاية بالعرض وتبين لك عرض الشريط. طيب، يتم اختيار القياس المناسب لكل من الاس والاف وفقا لشكل العلامات ومجال استخدامها والمسافة التي يجب ان ترى منها، بحيث تكون حدود انزياحها تعادل 3% بلس او ماينس. فزي ما احنا شايفين هنا، شوفوا بالنسبة للاسهم والشكل المائل، الاس زي ما احنا شايفين يختلف عن الاس مثلا في الشكل الشاقولي او المقسم هذا، فبرضه يختلف عن الاس في الشكل الهرمي او السهمي عفوا. فضروري جدا انه تكون متناسقة ويعني مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. طيب، ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي المتطلبات العامة للإشارات المستخدمة لتعليم طرق المرور. أول نقطة اللي هي يتم تحديد طرق المرور بوضوح العربات بواسطة شرائط مستمرة بلون مرئي يوضح ويفضل أن يكون أبيض أو أصفر، مع الأخذ بالحسبان لون الأرضية، وذلك حيثما يكون من الضروري استخدام المعدات والغرف لحماية الأشخاص. طبعا زي ما احنا عارفين وذكرناها في البداية، انه الهدف من هذه الاشارات ايش؟ انه لفت الانتباه، الفت انتباهك انه في خطر معين هنا. فلو تلاحظون هنا ذكر الالوان، لازم اخذ بالحسبان لون الارضية، فضروري جدا اذا كانت مثلا ارضية بيضاء اني استخدم مثلا لوحة ما تكون باللون الابيض، استخدم مثلا اصفر او اي لون ثاني يكون مميز وواضح، حتى ما يعني حتى تكون واضحة وتؤدي الغرض الذي وضعت من اجله.
برضه استخدام المعدات والغرف لحماية الأشخاص، ضروري أن يكون هذه الإشارات مثلا أو هذه الشرائط تستخدم مثلا لتحديد مسار معين أو للإحاطة بمعدات أو أماكن معينة، فضروري تستخدم هذه الشرائط. وزي ما قلت لكم أنه توضع في الحسبان لونية اللون الأرضية والتناسق بين لون الأرضية ولون الشريط. طيب، يجب أن توضع هذه الشرائط بحيث تشير إلى المسافة الآمنة الضرورية بين العربات وأي جسم قد يكون بالجوار بين المشاة والعربات. هذه زي ما قلت لكم إذا كان في عندك معدات، أنت في مثلا مشروع خلينا نقول إنشائي، ففي معدات راح يعني تمر في هذا الموقع بشكل مستمر، سواء معدات ثقيلة أو معدات صغيرة. ضروري جدا أن يكون في هذا توضع هذه الشرائط وتترك مسافة آمنة للوصول لمنطقة المواقف أو للوصول إلى منطقة تحرك هذه المعدات، بحيث أنها تكون يعني منطقة آمنة تحمي العاملين أو المتواجدين في هذا الموقع من التعرض أو الإصابة جراء الوصول إلى هذه المعدات أو العربات. طيب، يتم تعليم طرق المرور الثابتة من مناطق خارجية بشكل مماثل ما لم يتم تزويدها بحواجز ملائمة. ضروري جدا أنه أؤشر ويعني أعلم وأوضع هذه الإشارات على طرق المرور الدائمة إذا كانت فيه مثلا مناطق خلينا نقول يتواجد فيها الناس بشكل مستمر. ضروري جدا أن تكون في هذه الإشارات لتحديد وتعليم طرق المرور الدائمة. طيب، النقطة اللي بعدها راح نتكلم عليها اللي هي المتطلبات العامة للإشارات المضيئة. طيب، في مواصفات وخصائص لهذه الإشارات المضيئة. في البداية يجب أن يولد الضوء المنطلق من الإشارة تباينا مضيئا بحيث يكون ملائما للبيئة المحيطة وفقا لظروف الاستخدام المعدة للإشارة، دون أن يؤذي الضوء المنبعث أي توليد كهربائي أو كمية زائدة من الضوء أو إحداث رؤية ضعيفة نتيجة للضوء الغير كافي. إيش نقصد بالتباين المضيء؟ مثلا إذا كان مثلا الإشارة تولع وتطفي، لابد أن يكون الوقت متناسق بينهما، يعني مثلا ما تولع لي ثواني جزء من الثاني بعدين تطفى وقت أطول بعدين تولع بشكل سريع وبعدين تنخفض، لا، لازم أن يكون في تباين مضيء وتناسق في حال أنه استخدمت هذه الإشارة المضيئة، حيث أنها تولع وتطفي بزمن معين متناسق طول فترة عملها. قد تكون الإشارة ذات لون وحيد أو تحوي صور على خلفية محددة، هذه إذا احتجت أنك يعني تخليها مثلا لون واحد ما تخليها لونين، زي ما نشوف في الإشارات اللي خلينا نقول الحفريات اللي نشوف في الشوارع، بعضها تكون فيها لونين بعضها تكون فيها لون واحد، فحسب الموقع وحسب الخطر الموجود في الموقع. طيب، يجب أن يكون اللون المفرد موافقا لجدول الألوان ومعانيه، زي ما قلت لكم اللي إيش نقصد بالألوان، وكل لون له إشارة معينة ويدل على شيء معين، فضروري جدا أن يلتزم فيها. عندما تحوي الإشارة على صورة يجب أن تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة. أنت لما تضع إشارات مثلا تحذير لازم أنها تكون تتوافق مع مثلا الحظر، إذا حطينا إشارات الحظر، أو إذا كانت مثلا إشارات إلزام يجب أن تتوافق مع جميع المتطلبات الموجودة في هذا الموقع. فيما يتعلق بظروف الاستخدام، عندما يمكن الجهاز أن يطلق كل من إشارات مستمرة ومنقطعة يجب استخدام الإشارة المتقطعة للدلالة على المستوى الأعلى من الخطر أو الحاجة الأكثر أهمية للتدخل المطلوب مقارنة مع الإشارة المستمرة. فتختلف الإشارات المتقطعة تدل على مستوى عالي، بينما مثلا الإشارات المستمرة تدل على مستوى أقل.
ضروري جدا أن هذه الإشارات تدل على الإدراك الملائم للرسالة، وتجنب أي تشويش بين هذه الإشارات المضيئة اللي قد يسبب يعني تشويش للمتواجدين في هذا الموقع، وبالتالي ما نستفيد من هذه الإشارة، أو ممكن يسبب لنا يعني خلينا نقول حوادث أخرى يعني غير الذي يعني أو غير الهدف الذي وضعت من أجله. طيب، يجب أن تكون الأجهزة الخاصة بإصدار هذه الإشارات في حال خطر تحت مراقبة خاصة ومزودة بلمبة مساعدة في حال أنك احتجت المساعدة، أو أنه مثلا حصل خلل في هذه الإشارة. ضروري جدا أن تكون فيها هذه اللمبات حتى يعني تتعرف عليها بشكل أكبر. طيب، المتطلبات العامة للإشارات المستخدمة على الحاويات والأنابيب. زي ما احنا عارفين يوجد أنابيب، ونشوف حاويات برضه تكون موجودة مثلا في وسط المبنى أو تكون في خارج المبنى، فيكون فيها لها ألوان معينة. ضروري جدا أن نتعرف على الألوان ونعرف إيش الهدف الذي وضعت من هذه الألوان. إذا تعرفنا على الألوان راح تميز إيش المقصود بهذه الحاوية وإيش المقصود بهذه الأنابيب. تتم عنونة الحاويات المستخدمة في العمل للمواد أو المستحضرات الخطرة، والحاويات المستخدمة لتخزين مثل هذه المواد أو المستحضرات مع الأنابيب المرئية أو الناقلة لها باستخدام بطاقات وسم صورة. الوسم هذا يكون عليه صورة أو رمز على خلفية ملونة، لكن هذا لا ينطبق على الحاويات المستخدمة في العمل لفترات قصيرة. طيب، قلنا الحاويات انه الحاويات هذه ضروري جدا يكون فيها بطاقات واوسمه توضح الصوره والرمز على هذه الحاويه. يمكن لبطاقات الوسم اللي هذه قلنا لكم اللي يكون فيها صوره او رمز على خلفيه ملونه، يمكن لهذه البطاقات او المشار اليها في هذه الفقره ان تتم استبدالها بإشارات إنذار باستخدام الصور أو الرموز نفسها، أو إلحاقها بمعلومات إضافية مثل الاسم والصيغة للمادة أو المستحضر الخطر وتفاصيل الخطورة. هذه كلها ممكن تحطها على نفس الحاوية من الخارج، وتكون ذات خلفية ملونة حتى توضح يعني لما يكون عندك مثلا مواد حاوية فيها مواد خطيرة. ضروري جدا أن يكون في هذه البطاقة اللي في الخارج تكون تشير إلى اسم المادة، صيغتها، إيش تفاصيل الخطورة، كيف تتعامل معها، فتكون يعني موجودة في خارج الحاوية على إيش قلنا خلفية ملونة. ضروري جدا يكون في خلفية ملونة. ليش؟ لأن لو أن الخلفية يعني الكتابة بنفس اللون ما راح تكون واضحة وظاهرة للمتواجدين في الموقع، فضروري جدا أن تكون بخلفية مختلفة، لون مختلف حتى توضح هذه البطاقة. يجب تركيب الإشارات وفقا لما يلي: على جوانب مرئية أو بشكل مطلي أو لاصق ذاتي. يجب أن تكون الإشارات حيثما كان ملائما مصنوعة من مادة مقاومة للطقس والصدمات بحيث تلبي ظروف الاستخدام، بحيث أنها ما تتأثر خلينا نقول بالشمس، بالحرارة، بالرطوبة. إذا كانت مثلا لاصق ذاتي فضروري جدا أن تكون هذه الإشارات مصنوعة من مواد ما تتأثر بالطقس والظروف المناخية، لأنها ممكن تتأثر وتزيل أو تكون غير واضحة هذه الإشارات، فبالتالي نفس الأشخاص المتواجدين في الموقع ما يعرفون إيش المادة الموجودة، إيش اسمها، كيف يتعاملون معها، إيش تفاصيل الخطورة حقتها. فهنا ما استفدنا من الحاوية، ولا يعني ممكن تسبب خطورة أعلى في الموقع. يجب تعيين موقع اللاصقات على الأنابيب بشكل واضح بقرب المواقع الأكثر خطورة مثل الصمامات والوصلات، وبمسافات يعني فاصلة مقبولة.
ومن الضروري لإشارات السلامة المستخدمة على الأنابيب أن تضمن امتلاك أن تكون واضحة ومفهومة من قبل العمال أو المتواجدين حول محتويات الأنابيب في الموقع. طيب، في عندنا جدول هنا راح نتعرف عليه بشكل سريع، يبين لنا ألوان الأنابيب في مكان العمل وش المقصود فيها. طيب، لما نشوف أنابيب باللون الأحمر، هذه تصنف هي تحت مواد إخماد الحريق ومتعلقة بالوقاية من الحريق، وزي ما قلت لكم أنه اللون الأحمر غالبا يكون متعلق بمعدات الحريق والوقاية من الحريق. الأمثلة يكون مثلا ممكن تكون هذه الأنابيب ماء، ممكن تكون رغوة، ممكن تكون ثاني أكسيد الكربون، هالون، أو حسب يعني المادة المستخدمة في الموقع أو حسب تواجدها في الموقع، لأن كل زي ما أنتم عارفين كل مادة إطفاء أو كل طفاية حريق لها نوع حسب الحريق المستخدم في المنطقة. مثلا لو كانت مثلا مواد كهربائية أو عدادات كهربائية، مستحيل أو يعني يجب عدم استخدام الماء مع هذه العدادات الكهربائية، لأن الماء موصل للكهرباء. فتكون يعني اللون الأحمر هم راح يضعونه في الموقع، وأكيد بالتالي راح يحسبون ياخذون بالحسبان نوع المادة الموجودة داخل هذه الأنابيب. فمن ضمن الأمثلة زي ما قلت لكم ممكن تكون ماء، رغوة، ثاني أكسيد الكربون. اللون الأخضر يشير إلى وجود سوائل غير خطرة في داخل هذه الأنابيب، مثل سوائل أو مزيج سائل. اللون الأزرق يشير إلى غازات غير خطرة داخل هذه الأنابيب، ويكون مثلا إما غاز أو مزيج من عدة غازات. مجرد اني اشوف اللون الاصفر، طبعا هذا يشير الى وجود مواد خطره داخل هذه الانابيب الصفراء، مثلا ممكن تكون مواد قابله للاشتعال او الانفجار، او مواد كيميائيه سامه او نشطه اشعاعيا، او تحت درجات حراره او ضغط مرتفع. فمجرد اني اشوف اللون الاصفر اعرف انه في مواد خطره داخل هذه الانابيب. واللون الأزرق زي ما قلنا لكم يشير إلى غازات خطيرة غير خطيرة عفوا. اللون الأخضر يشير إلى سوائل غير خطيرة، بينما اللون الأحمر يشير إلى وجود مواد إطفاء الحريق حسب نوع الحريق اللي ممكن يكون في هذه المنطقة أو في هذا الموقع، ممكن يكون ماء أو رغوة أو ثاني أكسيد الكربون. طيب يا شباب، عندنا الآن أقل من 5 دقائق، اللي عنده سؤال أو استفسار يتفضل، المجال مفتوح. في أي سؤال يا شباب أو استفسار؟ الله يعطيك العافية باشمهندس، كل شيء واضح ما قصر. وإياكم يا رب إن شاء الله. لو طبعا سمحت يا تكلم، مهندس، تفضل حبيبي تفضل. عندي بس سؤال بسيط عن الأنابيب. لو حطينا على اللون الأصفر مثلا أحد الأنابيب، هل يحتوي يكون مثلا احتواء على الغاز السام مثلا ونقدر نحط عليه أصفر؟ ممكن هو إذا كان الغازات تعتبر المواد الكيميائية، لازم أنه يكون إذا كان خطر يكون باللون الأصفر، بينما إذا كان غاز غير خطر يكون الأنبوب باللون الأزرق. واضح، الله يعطيك تمام، العافية. وإياكم إن شاء الله. طبعا لو تذكرون تكلمنا في بداية المحاضرة عن نقطة اللي هي توزيع الدرجات، ذكرنا لكم أنه بتكون فيه على الإيش، على الحضور، المشاركة، الواجبات، الاختبارات، ومن ضمن التقسيم أنه راح تكون على البرزنتيشن، أنه كل شخص راح يقدم لنا برزنتيشن، راح نحدد يعني آلية او تفاصيل البرزنتيشن، تكون سلايدات معينه، موضوع يختاره من المقرر، يكون يعني يقدمه لنا حتى تعم الفائده للجميع. راح يكون في تطوير لمهارات البحث، يكون في تطوير لمهارات التصميم، يكون في برضه لمهارات التطوير لمهارات الالقاء، وتعم الفائده للجميع، سواء نفس الشخص اللي يلقي البرزنتيشن او المتواجدين معه في الموقع.
فحطوا في بالكم مبدئيا كل واحد يفكر في موضوع معين راح يتكلم عليه، وما راح تتجاوز عدد سلايدات معين راح نحددها مستقبلا، ويكون إن شاء الله يعني الفائدة للجميع. الله دكتور، يعطيك، يعني دكتور، تفضل. يعني أختار يعني موضوع معين في الكتاب أتكلم عنه اي نعم، اي نعم، لمدة كم طيب؟ هو بيكون بنحدد الآلية هذه في السلايدات والوقت المعين، نبغى نشوف احنا على حسب عدد الطلاب، وراح نشوف الوقت المناسب ان شاء الله واعطيك بالتفاصيل. لكن مبدئيا ممكن يا مشاري انك تفكر في الموضوع اللي راح تتكلم عنه، ويكون بسيط مبسط جدا زي ما قلت لك، يكون عبارة عن سلايدات معينة راح نحددها، ممكن 3 إلى 5 سلايدات في الحدود هذه، ويكون برضه بوقت معين، تعطينا معلومات وتعطينا فائدة وتختار لك يعني بعض النقاط المهمة اللي ممكن تشاركها معنا. فمبدئيا فكروا في موضوع معين أو نقطة معينة ممكن تتكلمون عنها، وبيكون إن شاء الله موضوع مثري مفيد للجميع. دكتور حضرت؟ إيه نعم، حضرت، ما سمعت اسمي. حضرت. أنا أصور السكرين شوت، أسوي سكرين شوت الأسامي، وأكيد اسمك أنت موجود معانا. موجود دات محاضر بس ما سمعت لا لا تحضير لا، ما حضرت تحضير. بالأسامي، لكن آخذ ذا وأسجلها بعدين عشان يعني حفظ لوقت المحاضرة. في أي سؤال ثاني استفسار يا شباب؟ يعطيك العافية. وإياكم يا رب جميعا، ونلتقيكم إن شاء الله على خير في المحاضرة القادمة. موفقين إن شاء الله، في أمان الله.